انهارت الدولة، انهارت الأجهزة الأمنية، ما ظل إشي يحكم بالشارع، يعني أصبحت شريعة الغاب هي السائدة في هذا الوقت. فشف الظرف بمكتوب يا أما تخرجوا من هذا الدار أو نفجر على روسكم. 2014 من سقطة الموصل إحنا صرنا نخاف، قمنا نخاف يعني صار رعب. سيارة لقيت ميراد تاهمني، قالوا أنت مسيحي لازم مذبقنا. مذبقة بالعراق. كان قدمهم ومخزون فيهم الخوف عالي، كان يقطع في الكلام ويتكلم بشعوره ما يشعر فيه من خوف، مملوء بالخوف، مملوء بالرعب. يعني آخر انفجار أنا دخلت الحدود يختم جوازي بالحدود الأردنية، انفجرت الحدود العراقية سيارة مفخخة. هذا كان آخر شيء حدث عاصرته بالعراق.